عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد الأمين محمدي، مصمم انفوغرافي ومؤلف. اليوم جينا باش نحكيو على قمت بنشر أول كتاب لي وماذا تغير حين أردت نشر الثاني. باش نشرت كتابي هي آخر مرحلة، المرحلة الأولى ولا الخطوة الأولى هي أنه لازم عليك تلقى قصة تكتب عليها فكرة عامة، من بعد لازم تخدم على الشخصيات والموضوع والزمان والمكان. على بالي كلنا تعبنا ويعيينا الطريق الأكاديمي، لكن هو شر لابد منه. من بعد ما نوجدوا ونضبطوا العناصر كلها نبدأ نكتب القصة تاعنا ولا القصص ولا الرواية تاعنا كما نبغي. الكتابة والطريقة الصحيحة نتاعها راح تكون في فيديو آخر تفصيلي وتوضيحي. الفيديو هذا المهمة نتاعه ولا الفكرة نتاعه هي حول النشر. يجي بعد ما يكمل الكتاب بصفة تامة، بعكس ما نظنوا احنا. النشر هو آخر مرحلة بعد الكتابة وبعد ما يكمل كلش. وقت نجو ننشرو لازم نبحثو على دار نشر. دار النشر لازم تكون صح، دير واش تقول. مع كل احتراماتي لدار النشر الجزائريه وغير الجزائريه، نهار تجي يقولوا لك باللي احنا نطبعوا لك ونوزعوا لك وندقوا لك النص تاعك ونصموا لك والغلاف كذا منا من هيه. بيناتنا تصميم الغلاف، تنسيق الكتاب وتدقيق النص هي واجبات الدار، مشي مزيه من عندها. تسمى ما راهمش يديروا فيك بليزير. التصميم التدقيق وتنسيق الكتاب واجبات تاع دار النشر. الوعود اللي تعطيها دار النشر صحيحه ولا لا؟ النشر هي دور ادبيه تجاريه، يعني ما كانش دار النشر راح تخدم معاك بالخساره ولا في سبيل الله، لكن لازم تكون دار توفي بالوعود اللي تمدهم للناس. دخلت انا الميدان شخصيا، شفنا بزاف دور النشر توعد وما توفيش، وهذا شيء عيب دار النشر حتى لو كان سعر النشر معاهم سعر رخيص بزاف. هل هي دار نشر فقط ام انها دار نشر وتوزيع؟ دار تطبع راه منهم وعليهم، لكن دار توزع راه قليله بزاف. توزيع يا اخي هو مهم دار نشر. في حاله ما قالوا احنا دار نشر وتوزيع، يعني انهم يرفضوا العمل تاعك، ينشروه يدقوه يديروا كاع الاجراءات اللي هضرنا عليها سابقا، ثم يوزعوه على المكتبات ويديروا له اشهار في مواقع التواصل الاجتماعي، في المكتبات، في الملتقيات، في الندوات الادبيه، في الموقع الرسمي تاعهم اذا توفر لهم موقع. دار اللي ما توزعش العمل وتمد العمل للكاتب هو يوزعه، دار ضعيفه في السوق. والكاتب اللي يرفض العمل نتاعه ويبغي يوزعه بوحده باش يربح بزاف دراهم. حبيت نقوله باللي اولا هذا سوق غير احترافي، وثانيا راك دير تجاره وهذا ماشي المجال المناسب ليك اذا راك حاب تربح بزاف دراهم. دار النشر اللي ما تقترحش جودات طباعه وخامات مختلفه على المؤلف هي دار مشكوك في امرها. المفروض دار النشر تعلم المؤلف بتفاصيل كتابه كامله، كما المقاس، وزن الورق، اللون نتاع الورق، حتى نوع الغلاف والتجليد نتاع. كل هذه التفاصيل لازم يكون المؤلف عنده درايه بها، لان جوده الطباعه والتصفيف عندها دور هام بالنسبه للشكل الجمالي للكتاب والقارئ ايضا. المده المستغرقه في استقبال الاعمال، مراجعتها، طباعتها ونشرها مهمه جدا، لانه بعض دور النشر تقول لك نحن نتواصل معك في مده سريعه وهذا امر مليح. لا، ليس كذلك. بعض دور النشر باش تدير معهم لقاء فقط، اسمه لقاء باش تقول السلام عليكم انا كاتب جديد، عندي كتاب راني باغي ننشر معكم، الا بغيتو زعما هذه المده فقط باش ترفد موعد، يعطيوك موعد باش توصل له في مده تتجاوز 6 اشهر حتى لسنه حتى 3 سنين كما دار نتاع بانغوا. السرعه ليست بالضروره عامل يجعل دار النشر مليحه، لازم دار النشر يكون عندها مده معقوله على الاقل. وقت تقول لي كاين دار نشر تستقبل كثير من الاعمال في السنه وترد عليك بعد اسبوع فقط بخصوص قبول العمل من عدمه، تقول بطريقه اخرى انه دار النشر ما عندهاش لجنه قراءه، او انه مرور الكرام على الملف نتاعك وحتى طول المده. يعني هذا ماشي بالضروره يدل على انه الدار تملك لجنه، وانما يكون عندها مده معقوله على الاقل، كما نقولوا احنا اسبوعين ثلاثه، يسمى مده معقوله على الاقل تستوعبها في راسك اللي قدروا يقراوا الكتب، خصوصا اذا عندهم اقبال كبير على الدار ولا عندهم منشورات كثيره. اذا كانت في ظرف يومين ثلاث ايام، كاين واحد من زوج ما شافوش كتابك اصلا وقبلوه، ولا فاتوا عليه شافوا هكا اوكي انشره. من بعد نجوا للنقطه تاع خلاص او الكتاب انبعث، لازم دار النشر تبعث لك مسوده اللي راح تكون قبل الطباعه في صيغه بي دي اف نهائيه. هذيك الصيغه هي اللي تقول لك الكتاب تاعك كيش غادي يخرج للجمهور. ثم لازم عليك دقق مليح في كل شيء باش تشوف اذا فيه تغيرات، اذا تم تدقيق النص ومراجعته، اذا صح شافوا النص نتاعك ولا لا. بعد هذا الشيء كامل نقول لكم انه التحاور مع الناس اللي سبق وكان عندها تجربه نشرت وتعاملت مع دار النشر راح يكون مفيد جدا. كي كملنا هذا الشيء، النقطه اللي راح تجي من بعد واللي هي اهم من النشر راح تكون التوزيع.
كتاب نتاعك بلا توزيع ما يسوى والو، راح يكون مجرد اوراق صرفت فيها دراهم باش طبعتها وخلاص. باش دير اشهار محترم لكتابك لازم تقول انه يتوفر في المكتبات الفلانيه والفلانيه، هذا العمل راح تكون عنده هيبه اكثر من انه تقول السلام عليكم عندي كتاب ها هو داي الا بغيتوا تشريوا بالبريد نقول لكم شحال تبعتوا لي وصحيت. النقطه الثانيه اللي كانت مكتوبه في الكوفر نتاع الفيديو هي واش تبدل بين ما نشرت قمر قرين لا يأمره في الفحشاء ونشر روايتي القصيره رزان. واش تغير انه تعلمت ندير اشهار لكتابي بصيغه محترمه مش بالطريقه تاع ارهقتني الروايه وهل تشتمون الطبخه الجديده ونقصت من وزني وبيع الاوهام وكما نقولوا حنا تجاره بالعاطفه. تغير انه صرت ادقق في كل الامور التي تخص الكتاب والنشر والعقد ودار النشر وكل خطوه وكلمه، يعني بحثت غايه على دار النشر ودار النشر اللي تعاملت معها. تغير انه تلاقيت الكتاب الكبار كشخص، تغيرت عقليته وكلهم لاحظوا هذا الشيء بين العام اللي قبله والعام هذا. تغير انه صرت نحسب كلامي في كل كلمه نقولها عن الكتاب وعن الكتاب وعن دور النشر وما عادش نحوس على تزكية من كتاب الجيل السابق. غير هذا الشيء مش معناه انه دار النشر اللي نشرت معها قمر فاشلة او سيئة، لا قطعا دار النشر كانت روعة وقدمت لي عرض شباب اللي ما نساش ومساعدة رائعة ولحد الان ما زلت نقول لهم انهم يدعموا صح. الغلطة كانت فيا انا وفي تصرفاتي اللي حكيت عليها فوق، والسبب الكبير كان اني تسرعت وكنت متحمس فوق اللازم. شكرا لهم بزاف الدار هذيك نشكرها بزاف بزاف، كذلك نشكر الدار اللي نشرت معها رزان في الطبعة الجزائرية والمصرية وحتى الطبعة الثالثة ان شاء الله. لهنا راح نكون وصلت نهاية الفيديو على ما اعتقد، وقبل ما نختم راح نمد نصيحة للكتاب الجدد. تجربة صارت معي انا شخصيا وقت كنت كاتب جديد، درت واحد العفسة اياك ثم اياك ثم اياك، تمد كتابك كهدية لكتاب كبار باش يعطوك رأيهم فيه وتزكية لكتابك. وقت درتها انا هديت 22 نسخة، وبعد مدة من الوقت اتصلت بسبعة من الاشخاص من هذا الكتاب، كان الجواب نتاعهم يعني واحدة من زوج، نسيت الكتاب ولا معقلتش وين درتها اصلا، ولا عطاوني بدر باش ما يقولوا ليش كتابك مرفدناش من المعرض اصلا. ومن بعد اتصلوا بي واحد الاصدقاء قالوا لي امين كتابك راه هنا وموقع للشخص الفلاني وراه مداش اصلا. نقول لك جملة واحدة وهي اصنع مجدك بنفسك، ما تسنى تزكية حتى واحد، دير الاشهار نتاعك بشكل محترف، شوف ناس معليش الا قلدت في الاول. كمساعدة في الرابط راح تلقاو ايميلات تاع دور النشر وصفحات فيسبوك تاع دور النشر اللي في نظري مليحة بحكم التعامل الشخصي معاهم يسمعوا. مش تقول لي دور النشر الفلاني علاش ما حطيتهاش، ولا دور النشر الفلاني علاش ما حطيتهاش، ولا دور النشر تاعي علاش ما حطيتهاش، يسمع الناس اللي تعاملت معاهم كمصمم ولا كمؤلف. الى هنا نقول لكم كان معكم محمد امين محمدي مصمم انفوغرافي ومؤلف، الى حلقة اخرى باذن الله. كما علي الاسبوع فقط انا نقول لكم كان معكم محمد الامين محمد ليس كذلك بحط النشر باش ندير معاهم لقاء علاش حبست